أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من حديث المساء، ونركز فيها كالعادة الجديد على الحرب الصهيونية على غزة وتداعيات موافقة حماس على وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم يلقى ترحيبا لدى الصهاينة الذين أعلنوا عملية رفح والسيطرة أيضا على معبر رفح ما بين غزة والجانب المصري. هذه العملية التي لاقت الكثير من الإدانة من قبل دول عربية أبرزها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. بحسب أسامة حمدان فإن اقتحام القيادي في حماس فإن اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال على تعطيل جهود الوساطة، وأن أكد حمدان على أن حماس ملتزمة أيضا بالانخراط في هذه الجهود بإرسال وفد إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. يذكر أن هناك وفد أيضا من إسرائيل وصل إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. فيما جوتيرش حث إسرائيل أو الأمير العام للأمم المتحدة على الانخراط في مفاوضة السلام فورا وعدم إعاقته، وهناك مخاوف بالفعل جدية من أن تؤدي خطوة إسرائيل لاقتحام معبر رفح أو أنها تعكس نية لدى الصهاينة لعدم استكمال مبادرة السلام والمبادرة المقترحة من قبل مصر وقطر لوقف إطلاق النار. سيكون معنا في هذا المحور بعض المحللين السياسيين من الأشقاء الفلسطيني أيضا لتحليل هذه الخطوة من قبل الجانب الإسرائيلي وكيف تؤثر على جهود السلام. محليا وفي الشأن اليمني سيكون معنا أيضا الحديث عن جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام في اليمن، خاصة الشق المتعلق بالمختطفين والأسرى لدى جماعة الحوثي أو أيضا بعض المعتقلين من جماعة الحوثي لدى الحكومة اليمنية. ومتحدث باسم الحكومة اليمنية يقول تلقينا 3 دعوات لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين، لكن يبدو أن الجانب الحوثي يعرقل حتى الآن الانخراط في هذه المفاوضات، ويبدو أنه لأسباب سياسية كما واضح لدى جماعة الحوثي، فهي تتأنى عن استكمال عملية السلام من خلال خطواتها المعلنة خطوة تبادل الأسرى وأيضا الخطوات السياسية التي مقرر أن تنخرط فيها الجماعة مع الجانب الشرعي وأيضا مع الجانب السعودي. حول الموضوعين سيكون معنا أعزائي المشاهدين بعض المحللين وبعض المعنيين أيضا بهذه المواضيع، ولكن قبل ذلك دعونا نذهب إلى استراحة قصيرة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وعن الموضوع الفلسطيني وعن أيضا إعاقة إسرائيل لمبادرة السلام وموافقة حماس لوقف إطلاق النار واقتحام معبر رفح وكيف يؤثر ذلك أيضا على جهود السلام المستأنفة أو الجارية الآن في القاهرة. أرحب بالأستاذ سامي العواض الكاتب والمحلل السياسي. ابتداء من اقتحام رفح، هل تجد بالفعل أن هذه العملية العسكرية وكما هي تعكس نية لدى نتنياهو والمتطرفين الصهاينة بأنها قد تؤثر بالفعل في إعاقة وقف إطلاق النار؟ يعني أستاذ عبد الله بكل تأكيد نتنياهو الآن عملية رفح لثلاثة نقاط. الأول وهو على أصل الابتزاز السياسي له يلغي عملية رفح والدخول. نعم أستاذ سامر أعتذر منك، هناك رداءة في الاتصال والصوت غير واضح، أتمنى معاودة الاتصال بك. أيضا أرحب بالأستاذ جهاد أبو العيس المحلل السياسي أيضا الفلسطيني. أستاذ جهاد نفس السؤال إليك، هل تعتقد أن الصهاينة ومن خلال اقتحام معبر رفح أنهم يعيقون بالفعل توصل إلى وقف إطلاق النار؟ حياك الله أستاذ عبد الله. أنا أعتقد أن إعادة احتلال معبر رفح يحمل في طياته 3 رسائل إسرائيلية. الأولى الهروب للأمام بعد حالة المفاجأة التي أربكتهم بسبب موافقة المقاومة على الورقة المصرية والورقة القطرية، بالتالي هم أرادوا الهروب للأمام لإشغال العالم وإشغال المقاومة للتفكير براوية بعيدا عن الضغط، بالتالي ذهبوا باتجاه موضوع معبر رفح. الرسالة الثانية هي ضغط على المفاوض الفلسطيني وخلق ورقة جديدة لم تكن من ضمن أوراق السياق للحديث عنها. هو يريد عندما يذهب لتقديم رؤيته وتعديله على الورقة التي وافقت عليها المقاومة أن يضيف عليها ورقة هو يعتقد أنه اكتسبها جديدا وهي إدارة معبر رفح، بالتالي تصبح ورقة على الطاولة وتستخدم للمساومة وتستخدم للابتزاز، بمعنى
ما لم نستطع تضمينه في الورقة التي وافقت عليها المقاومة وقدمتها مصر، نحن الآن نأتي بورقة أو ببند جديد ذو حساسية بالنسبة لأهالي غزة، باعتبار أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط ما بين فلسطين وما بين مصر، بالتالي هي ورقة ضغط جديدة. أيضا أعتقد أن المسألة هي عبارة عن استعراض قوة في رسالة داخلية لليمين المتطرف، باعتبار أن الموافقة يتعين معها أن توقف أو أن يبدأ التفكير بوقف العملية العسكرية في رفح، فإذا به وقع في حالة حرج. نحن اتخذنا ككابينيت حرب، اتخذنا قرار دخول رفح، لكن المقاومة استبقتنا في الموافقة. ماذا سنفعل أمام الوعود وأمام الضغط وأمام ماء الوجه؟ بالتالي هو ذهب باتجاه حالة استعراضية، وكلنا شاهدنا على الشاشة كيف كان الدبابات الإسرائيلية تستعرض أكثر منها، يعني تحتل أو تقوم بعمليات عسكرية تدميرية يرفعون أعلاما عالية. ما الذي يعني ذلك هذا الاستعراض؟ هذا استعراض كرسالة للداخل الإسرائيلي أننا دخلنا، استعراض أننا نفذت وعدي لكم يا يمين إسرائيلي الضاغط، ها نحن ذا يعني نذهب إلى المنطقة أو الورقة الأكثر حساسية في رفح وهي معبر رفح. بالتالي محاولة لإرضاء الداخل الإسرائيلي الضاغط لدخول رفح، بذات الوقت البعض بدأ يعاير نتنياهو، هل هذه رفح التي وعدتنا بدخولها؟ هل دخول 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 دبابات في عملية استعراضية يتجولون أمام المعبر ويرفعون الأعلام الإسرائيلية بدل الأعلام الفلسطينية؟ هل هذا هو وعدك لنا بدخول رفح؟ بطبيعة الحال ليس هذا هو المطلوب. المطلوب كما يتحدث الإسرائيليون هو القضاء على 5 كتائب ما زالت بكامل جهوزيتها للمقاومة. بالتالي أظن أن جزء من موضوع رفح هو رسائل للداخل الإسرائيلي لليمين الإسرائيلي، جزء من الهروب إلى الأمام، اللعب بورقة الوقت لحين الرد على الورقة الموافقة التي تقدمت بها المقاومة الفلسطينية. أنا ألفت الانتباه هنا إلى أن بنيامين نتنياهو لم يرفض الموافقة ولم يرفض الورقة المصرية ولم يرفض الورقة القطرية، هو باغتته المقاومة بالموافقة وترك المجال لوزراء آخرين وللبعض التصريحات أن الورقة أو نعتقد أن الورقة التي وافقت عليها حماس ليست ذات الورقة التي بين أيدينا والتي وصلتنا من الوسيط المصري والقطري. بالتالي هو نوع من المناورة لشراء الوقت وإعادة دراسة ما الذي وافقت عليه حماس، ولكي نرى أين يمكن أن نلعب هنا أو نلعب هناك. فجاءت عملية رفح لأولا سحب بساط الحديث عن نصر للمقاومة إنجاز التعبير بشكل أو بآخر، ولإحداث حالة من الإرباك. نعم. وكما قلت لإضافة ورقة جديدة هي ورقة معبر رفح أثناء الجلوس على التفاوض لكي يجري الحديث بشكل كامل، ما شكل المعبر الجديد، من سيطر عليه الجديد. نعم. ومن سيسيطر في ظل أحاديث وتسريبات قبل قليل أن هناك أفكار تعرض أن تكون هناك شركة أمنية أمريكية خاصة قد تدير المعبر من الطرف الفلسطيني، وأعتقد أن هذا سيكون مرفوض بالكلية، مرفوض بالكامل من طرف المقاومة. نعم. الفلسطينية. نعم. شكرا لك أستاذ جهاد أبو العيس المحلل السياسي الفلسطيني، وأعود إليك أستاذ سامر عوض فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، فرض واقع جديد في رفح ومن ثم تكريسه وتجاوزه في ورقة المفاوضات باعتبار أن حماس قد وافقت وانتهى الأمر، هل تعتقد أن هذا الأمر سيمرر على هذا النحو؟ يعني بكل تأكيد لن يمر، واضح بأنه الاحتلال أراد أن يفرض واقع جديد في قضية الجغرافيا السياسية المستقبلية لقطاع غزة، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن قضية السيطرة على خط البحر أو السيطرة على محور نتساريم والآن السيطرة على محور فيلادلفيا، هذا يعني أنه الاحتلال الآن يفرض مناطق أمنية يستطيع الدخول إليها في الأيام القادمة عبر هذه المناطق الرخوة والاستراتيجية بين قوسين، بمعنى أنه في سيطرته على محور نتساريم هو يقسم القطاع إلى شمال وجنوب، ثم يستطيع أن يقدم الآن ورقة جديدة بأنه الآن يسيطر على الحدود المصرية الفلسطينية من جهة معبر رفح من الجهة الفلسطينية. قضية الآن أن يتم فرض شركة أمنية أمريكية هو جزء من المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد الآن ألا تكون حركة حماس
في أي مكان من الأماكن لا تستطيع أن تتحكم في قطاع غزة مستقبلا. وبالتالي هذا جزء من المخطط الذي كان يتم الحديث عنه في بدايات 7 أكتوبر بأنه يجب أن يتم الحديث عن إدارة مستقبلية جزء من هذه الإدارة التي تتحكم بالمعابر. لكن أن يتم أو لا يتم بكل تأكيد هذا لن يكون. والرد اليوم الذي جاء من تصريحات المقاومة الفلسطينية وقيادات حركة حماس بأنه إذا أراد الاحتلال التلاعب في بعض النقاط فإننا سنقوم بمراجعة بعض النقاط وبالتالي سنعود إلى نقطة الصفر. وهذا ما لا يريده لا الوسطاء الذين الآن اعتبروا نتنياهو قد بعثر الأوراق وقام بهذه الزوبعة داخل الفنجان ليبعثر أوراق التقدم في المفاوضات، ولا الحليف الأمريكي برغم من دعمه للاحتلال نعم. يريد أن فيما يتعلق بالحليف الأمريكي من الواضح أن ويليام بيرنز هو أشرف على هذه الورقة مع الجانب المصري والقطري، ولم يوافق عليها الجانب الفلسطيني إلا بعد أن مرت على الجانب الأمريكي. لكن الآن الأمريكان وانسجاما مع الصهاينة يقولون بأن على الجميع أن يتفاوض من جديد. هل تجد أن الأمريكان يرغبون بالفعل في هذا التفاوض من جديد؟ ربما التصريحات الإعلامية تأتي فقط لدعم الجانب الإسرائيلي فيما هم في الحقيقة يرغبون في استكمال الاتفاق على هذه الورقة. ما الذي تكتشفه من الجانب الأمريكي؟ واضح بأنه هذه جزء من التصريحات التي يعني هي جزء من ذر الرماد في العيون من أجل التلاعب في عامل الزمن وإعطاء نتنياهو المزيد من الوقت للحفاظ على 3 أمور. الأمر الأول الحفاظ على الائتلاف الذي سينهار إذا لم يدخل نتنياهو رفح، وهذا ما صرح به علانية سموتريتش وبن غفير الذي كان خارج من حادث سير وذهب إلى نتنياهو ليهدد بأنه إذا تخليت عن اجتياح رفح سنقوم بحل الائتلاف وبالتالي سيكون فراغ سياسي، سيخرج نتنياهو من المشهد ويذهب إلى المحاسبات، وهذا ما لا يريد نتنياهو. بالإضافة إلى الأمر الثاني بأنه نتنياهو الآن سيقول بأنه حققت النصر المطلق الذي تغنى به على مدار هذه الحرب المجنونة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم ولم يحقق فيها شيء. لكن اليوم يستطيع أن يقول أنه قام بالسيطرة على كل قطاع غزة وآخر المعاقل معقل رفح، وقام بالسيطرة على المعبر الحدودي الذي له رمزية بأنه الآن هو يتجول داخل معبر رفح بدباباته، بمعنى هو الآن يصنع هذا النصر الوهمي. الثالث وهو يريد أن يظهر نفسه داخل المفاوضات بأنه لم يذهب إلى المفاوضات مهزوما، بمعنى لا يمكن لحركة حماس أن توافق على نقاط قدمتها الوسطاء سواء من مصر أو قطر دون أن يعلم الضامن الأمريكي. هذا جزء من الوهم الذي يعني تروج أمريكا والاحتلال. يعني حركة حماس لن تحدث نفسها في الليل بأنها وافقت على هذه البنود وتقدم موافقتها إلى مصر إلا بناء على الاتفاق مع الوسطاء على وثيقة عمل أو على نقاط محددة تم اطلاع كل الأطراف عليها. اليوم نتنياهو يظهر نفسه بأنه يقاتل ويفاوض من منطلق قوة باقتحامه إلى رفح، يكسب نقطة بأنه اقتحم رفح ويرضي اليمين المتطرف، يسجل نقطة أمنية في قضية واقع جديد بفرض قيادة جديدة أو إدارة جديدة لمعبر رفح، وهذا هذا خطر جديد، ويظهر نفسه بأنه هو الذي يتحكم بالمفاوضات بمعنى نحن قبلنا ولم نقبل كجزء من إرضاء الحالة الصاخبة عليه داخل المجتمع الإسرائيلي. نعم، إذن بالتالي كيف تعتقد أن هذه الخطوة ستؤثر على المسار المستقبلي للمفاوضات؟ هل المفاوضات ستنجح باعتبار أنه الرغبة بالفعل دولية وإقليمية لإنجاحها، أم ربما هذه التعقيدات قد تضيف أسابيع إضافية أخرى أيضا من الجدل والجدل أيضا الجدل الآخر من قبل الجانب الإسرائيلي ومن ثم يعود الفلسطيني أيضا للرفض ومن جديد؟ يعني هذا هي سياسة عض أصابع وسياسة ضغط من كلا الطرفين من أجل التنازل وتخفيض الأثمان التي سيدفعها كل طرف، بمعنى حركة حماسة قدمت ما فيه من استطاعة في قضية تذليل العقبات من أجل إتمام هذه الصفقة وتنازلت عن قضية أن تحصل على نصر كامل وجزأته إلى 3 مراحل بالعرض المصري الذي قدم. نتنياهو الآن هو كان يرفض جملة أن يقدم أي شيء إلى ضمن استعادة الأسرى، لكن الآن قد يرضي نفسه وقد يرضي غروره أمام الشأن الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي الداخلي بأنه الآن يفاوض من نقطة قوة وقام بالسيطرة على كل مناطق قطاع غزة، والآن من أجل استعادة المقدسين بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي اللي هم المحتجزين الآن لدى المقاومة يقوم بالتفاوض خاصة بأنه له غطاء، يعني هناك وعودات بين يائير لبيد والمعارضة نعم. سنقوم يعني بحمايتك في قضية أي قرار باتجاه الصفقة، وبالتالي لا أعتقد أنه الموضوع سيأخذ أسابيع، لكن أعتقد أنه نتنياهو أراد أن يدخل إلى هذا المحور بحكم
الرمزية الكبرى له في قضية رفح، سيقوم بوتيرة بطيئة في قضية التوقف في بعض المناطق في رفح في الأيام القادمة أستاذ عبد الله، وبالتالي سيقنع يعني سيرضي الائتلاف الإسرائيلي المتطرف، سيرضي المجتمع ويصور له النصر الساحق، ويرضي الحليف الأمريكي بأنه دخل إلى رفح ولم يرتكب مجازر بالرغم من المعارضات، ويخرج في قضية بأنه يفاوض من منطلق قوة. نعم، ولكن الاتفاق النهائي قد يأخذ أسابيع، تتفق في ذلك أم ربما يعني أعتقد في هذا سيأخذ أسابيع؟ نعم. يعني أعتقد أنه الآن يعني الأوراق كشفت عبد الله، وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عن خلافات جوهرية تأخذ أيام أو أسابيع أو شهور. معظم النقاط أصبحت الآن مكشوفة وأصبح الجميع متوافق عليها. 4 من مطالب حركة حماس هي مطالب دولية، تم الاتفاق على قضية تجزئة إلى 3 مراحل، تنتهي بوقف إطلاق نار تام، تنتهي بانسحاب كامل، تنتهي بإدخال مساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة بكميات يتم الاتفاق عليها، والمطلب الرابع يتعلق بقضية إعماد قطاع غزة وإعادة النازحين، والمطلب الخامس والمطلب الذي الآن أصبح الحديث بأرقام واضحة عنه ونوعية الأسرى الذين سيتم بالإفراج عنهم في قضية 30 أسير مقابل كل أسير. نعم، يمكن القول أن 95% بالفعل من مواضيع الاتفاق تم إنجازها خلال الأيام الماضية، ولم يتبقى إلا القليل. وأتفق مع وجهة نظرك، وأشكرك أستاذ سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي، ونتمنى أيضا ونأمل أن يكون هناك اتفاقا قريبا يضع كاهل الحرب عن الأشقاء الفلسطينيين. ولقد رأينا أيضا كيف احتفلوا بالأمس حين أعلنت حماس الموافقة على وقف إطلاق النار. أشكرك سامر وألقاك في حلقة أخرى إن شاء الله وقد وقفت الحرب بشكل كامل ونهائي. إذن أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود معكم في المحور الثاني. We'll be right back.